مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وده معادنا مع فقرتنا الصحفية اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات من خلال ضيفنا اللي معانا عبر الهاتف أستاذ راجي عامر الكاتب الصحفي. صباح الخير يا أستاذ راجي. طيب احنا هنعاود الاتصال بأستاذ راجي. خليني استعرض مع حضراتكم يعني ابرز منشطاتنا النهارده. طبعا كان معانا رئيس السيسي وجه باستمرار تطوير حوكمه منظومه اداره خدمات الكهرباء. قال سفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع امس مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقه المتجدده، وده لمتابعه الموقف التنفيذي للمشروعات القوميه في قطاع الكهرباء. كمان وجه الرئيس باستمرار تطوير حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء دعما لكافة المجالات التنموية، وبما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية بالتناغم مع الميكنة واستخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع، وده للارتقاء بآليات التحصيل وتطوير الخدمات. في كمان هيكون معانا منشط خاص بقرارات الحكومة بالأمس. 8 قرارات عاجلة للحكومة، طرح 100,000 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، ودمج مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة في مصلحة واحدة، وتأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. احنا عودنا الاتصال بأستاذ راجي. ألو صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. صباح الخير يا استاذ راجي، اهلا بحضرتك معانا. وبدايه خلينا نحلل مع حضرتك اول منشطاتنا النهارده، واستعرضنا من منذ قليل السيسي وجه باستمرار تطوير حوكمه منظومه اداره خدمات الكهرباء، ورؤيه حضرتك لهذا الاجتماع بالامس. تمام يا فندم، امبارح الرئيس اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء ومع دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عشان يتكلموا عن المشروعات القوميه او الموقف التنفيذي بتاع المشروعات القوميه في قطاع الكهرباء. ملخص الخبر بشكل سريع ان الرئيس كان بيتكلم على او بيتناول الاجتماع مستجدات شبكه الكهرباء في العاصمه الاداريه الجديده دي، ده من جهه. من جهه ثانيه الحديث عن الربط الكهربائي الاقليمي اللي هو مع السعوديه والاردن، والربط الثلاثي ما بين مصر والاردن والعراق. وده مشروع يعني الدوله مهتمه بيه، على يعني مهتمه بجزئين. الجزء الاول ان هي توفر الطاقه بالنسبه للاستهلاك المحلي، والجزء الثاني ان الرئيس مهتم بفكره تعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار. بشكل عام احنا يعني بعيد عن الخبر ده، لو اتكلمنا على موضوع قطاع الكهرباء، احنا متذكرين من سنين قليله كان في ازمه انقطاعات في التيار الكهربائي. صحيح. كان بيوصل تخفيف الاحمال ليوم ويومين في بعض المحافظات، وموضوع قطع الكهرباء كان يعني حاجه مستمره. خلال 6 سنين تقريبا من 2014 ل 2020 تم القضاء تماما على فكره انقطاعات التيار الكهربائي، تم عمل مجموعه من المشروعات في قطاع الكهرباء، نقدر نقول ان هم اكثر من 150 مشروع، منهم مشروعات توليد كهرباء من الطاقه المتجدده. بشكل عام مجموع المشروعات اللي اتعملت في مصر خاصه بتوليد الكهرباء ضافت قدرات على الشبكه المصريه اكبر من 27,000 ميجا وات. اذكر حضرتك برضو ان بعض المشروعات دي كانت معموله مع شركه سيمنز اللي كانت في العاصمه الاداريه الجديده، والبرولوس وبني سويف، غير محطات بخاريه كانت معموله في السويس وجنوب حلوان والعين السخنه. تمام. على الجانب الثاني برضه لازم ان احنا نشير ان المواطن هو من تحمل فاتوره تطوير منظومه الكهرباء. يعني خلال السنين اللي فاتت كان في زيادات في اسعار الخدمه، كان في 7 زيادات. خلال السنين اللي فاتت اخرهم كانت الزياده اللي نزلت على فاتوره اغسطس، كانت زياده بتمثل حوالي تقريبا في القطاع المنزلي والقطاع التجاري من 16 ل 30% زياده من اسعار فاتوره الكهرباء. صحيح. والزياده دي كانت يعني متقسمه على 8 شرائح استهلاك، من اول الشريحه اللي ما بتستهلكش غير حاجه صغيره جدا، زاد فيها السعر قرشين من 38 قرش 8 قروش من 38 قرش ل 30 قرش، ولغايه الشريحه اللي بتستهلك اكثر من 1000 كيلو وات بس هتتحاسب ب 145 قرش. لكن كمتوسط زياده، الزياده دي بتمثل حوالي من 16 ل 30%،
وبرضه لازم نوضح ان دي مش اخر زياده خاصه فاتوره الكهرباء، لان في زيادات ثانيه طفيفه هتتم من دلوقتي لسنه 2025، لان خطه وزاره الكهرباء ان هي تلغي الدعم تماما عن او خطه الغاء دعم الكهرباء ان هي تنتهي تماما في 2025. فاحنا بنتكلم ان في زيادات اخرى هيتحملها المواطن خلال السنوات القليله القادمه. فالجانب الايجابي من الموضوع هو موضوع تطوير الشبكه، ما بقاش في ازمه انقطاع كهرباء، بقى في تفكير من الدوله ان هي مش بس بتغطي الاستهلاك المحلي، لا كمان هيبقى في ربط اقليمي للدول زي ما كنا بنقول الربط ما بين مصر والاردن والعراق ومصر والاردن والسعوديه، بمعنى ان مصر هتبقى مصدر للطاقه او مصدر رئيسي اقليمي للطاقه. على المستوى الشخصي يعني اقترح ان احنا محتاجين بقى كمواطنين يبقى عندنا قدر من الوعي في استهلاك الكهرباء. صحيح. يعني طالما الامر مكلف محتاجين الثقافه دي. بالظبط. فعلى سبيل المثال يعني كلنا تقريبا في استخدامنا للكهرباء بنبقى حاطين الاجهزه الكهربائيه في النتيجه حتى لو ما بنستخدمهاش. صحيح. بيبقى مصدر لاستهلاك الكهرباء. احيانا بنستخدم كتير سخانات الميه او الكاتل، دي من اكثر الاجهزه اللي بتستهلك الكهرباء. صحيح. صيانه الاجهزه الكهربائيه ضروريه لان هي بتستهلك المزيد بالكهرباء، فاعتقد ان سلوكياتنا كمواطنين برضو طالما بنتحمل احنا عبء الفاتوره والزيادات الكتير اللي بتحصل فيها والمتوقعه من لغايه 2025، فمحتاجين بالتالي نرشد الاستهلاك ده عشان نقدر كمواطنين نتحمل الاعباء الماليه. صحيح. طيب خليني اروح مع حضرتك لقرارات الحكومه بالامس. معانا منشط خاص بقرارات الحكومه، 8 قرارات عاجله للحكومه، طرح 100,000 وحده سكنيه لمنخفضي الدخل ودمج مصلحتا الخزانه العامه وسك العمله في مصلحه واحده وتاسيس الشركه الوطنيه لصناعات السكك الحديديه بالمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. وطبعا دي كان جزء من قرارات اجتماع الحكومه بالامس. رؤيه حضرتك. هو في جزء من الاجتماع ده كان يعني مهم قوي ان احنا نشير ليه، ان المجلس كان وافق على طلب وزاره الاسكان ان هو يطرح 100,000 وحده سكنيه لمنخفض الدخل. المساحات الشقق دي هتبقى 75 متر و90 متر. من 75 و90 متر. بالضبط. دي الوحده المنخفضي الدخل، وفي 25,000 وحده سكنيه. صحيح. تبقى متوسطي الدخل، المساحات بتاعتهم بتتراوح من 100 متر ل 120 متر. صحيح. ل 120. صحيح. هو الموضوع ده لو افتكرنا برنامج الاسكان الاجتماعي من ساعه ما تم اطلاقه في 2014، هو الهدف منه اصلا يعمل مليون وحده سكنيه لمحدودي الدخل. كانت الرئيسه التنفيذيه او ماسكه صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من فتره قريبه قالت تصريحات مهمه يعني ممكن نربطها بالخبر ده، كانت بتتكلم ان لغايه دلوقتي تم تخصيص 320,000 وحده سكنيه في المشروع ده بتاع محدودي الدخل ل 320,000 اسره. احنا بنتكلم ان في تقريبا 1,600,000 مواطن في المتوسط استفاد لغايه دلوقتي من المشروع ده، وان الحكومه يعني بتستهدف ان هي توصل للهدف من البرنامج ده من ساعه اطلاقه اللي هو 1,000,000 وحده سكنيه. احنا النهارده ما بنتكلم على 100,000 وحده سكنيه، دول بالاضافه لل 320,000 وحده اللي اتعملوا قبل كده، وان عدد المستفيدين من برنامج الاسكان الاجتماعي السنين اللي فاتت تبعا ده للرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصل لاكثر من 3,600,000 مواطن، يعني اللي هم استفادوا سواء حصلوا على او اشتروا شقق دي من المشروعات دي او حتى العماله اللي اشتغلت في الموضوع ده، لان المشروعات دي برضه بتوفر عماله في مجال البناء. طيب خليني اروح مع حضرتك لمنشات شويه خاص بالسياسه الخارجيه. وزير الخارجيه بيستقبل المنسق الخاص لعمليه السلام في الشرق الاوسط. استقبل وزير الخارجيه سامح شكري امس المنسق الخاص لعمليه السلام في الشرق الاوسط، وذلك لبحث اخر التطورات ذات الصله بالشان الفلسطيني وفرص اعاده انخراط الاطراف المعنيه في مسار السلام. وصرح احمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه بان وزير الخارجيه اعاد التاكيد على موقف مصر الثابت من دعم الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني الشقيق وصولا الى اقامه دولته المستقله على حدود الرابع من يونيو 1967.
وده استنادا إلى مبدأ حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية. كمان أوضح الوزير شكري حرص مصر على تقديم كل الدعم لجهود المبعوث الأممي الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. رؤية حضرتك لهذا الخبر؟ أنا مش شايفه غير من زاوية واحدة بس، دي اللي أعتقد إن هي يعني تهمني، إن المنطقة العربية بشكل عام بعد ما عرف بالربيع العربي شهدت تغييرات كبيرة جدا وشهدت عدم وضوح للمستقبل. يعني لكن رغم كل الظروف والمعطيات والتحديات، لكن الموقف المصري هو موقف تاريخي من القضية الفلسطينية، وبيأكد دايما على فكرة إعلان الدولة الفلسطينية على حدود 4 يوليو، وبيركز دايما على إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة والمتواصلة جغرافيا، مش مجرد قطع أراضي متنافرة مفيش تواصل ما بينها. ودايما بيأكد على إن حدود الدولة دي هي حدود 4 من يونيو 67، ودايما بيأكد على فكرة إن عاصمتها القدس وحل الدولتين، وإن ده السبيل الوحيد للسلام الحقيقي في الشرق الأوسط. بمنتهى الأمانة وباختصار شديد، مصر هي الدولة الوحيدة الداعمة بالفعل للقضية الفلسطينية، أو هي الداعم الأول والأهم للقضية الفلسطينية رغم كل المزايدات اللي بتتعرض بيها. يعني بتتعرض بيها احيانا من الداخل الفلسطيني نفسه من بعض الفئات وبعض القطاعات، لكن مصر تظل دائما هي الداعم الاول والرئيسي للقضيه الفلسطينيه، وهي الدوله الوحيده اللي قدمت شهداء وقدمت فلوس وقدمت دعم سياسي على مدار تاريخها كله اكثر من اي حد، ورغم كده هي اكثر دوله بيتزايد عليها في موضوع القضيه الفلسطينيه. صحيح. طيب هروح مع حضرتك لمنشأة آخر معانا. وزير النقل وقطاع الأعمال يبحثان آليات تنفيذ تطوير الأسطول التجاري المصري. عقد المهندس كامل وزير النقل وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال اجتماعا موسعا أمس بحضور قيادات وزارات النقل وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة والجهات المعنية، وده كان لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتطوير الأسطول التجاري المصري في إطار التطوير الشامل لمنظومة النقل البحري المصري لدعم حركة التجارة الخارجية. وتم مناقشة الوضع الحالي للأسطول المصري والشركات المصرية العاملة في هذا المجال وكيفية تدعمها من حيث رفع كفاءة الأسطول الحالي وشراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية البنية مع الدول الأوروبية والأفريقية. كمان تمت مناقشة كيفية إزالة كل التحديات الخاصة بتدعيم الأسطول وكيفية فتح أسواق جديدة وأهمية دراسة الاتجاهات العالمية في مجال إدارة وتشغيل السفن والخطوط الملاحية ومتطلبات الأسواق الأوروبية وأيضا الإفريقية. رؤية حضرتك لهذا الخبر؟ الاجتماع ده بمنتهى الأمانة هو اجتماع في منتهى الأهمية، لأني على سبيل المثال وزير النقل في الاجتماع ده كان بيتكلم أن وجود أسطول تجاري قوي لمصر هيخلي مصر لاعب مهم في التجارة العالمية، ده أولا. بالإضافة أن هيخلي المواني المصرية تلعب دور كبير كبوابة للدول الأفريقية. فكرة أن مصر تمتلك أسطول بحري قوي وحديث، ده هيطور بشكل عام من منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع. مصر بتتميز أن هي دايما بتصدر الحصلات الزراعية المختلفة لدول كتير خاصة لأوروبا. لما يبقى عند مصر أسطول تجاري قوي، ده هيضمن إن السلع دي هتوصل للسوق العالمية وقت مناسب، ده هيحقق أسعار تنافسية للسلع دي في الأسواق الخارجية، هيوصل لمصر فلوس بشكل عملة أجنبية، هيأثر بشكل عام على الدخل القومي، غير إن هو هيوفر عمالة، أصلا عمالة بحرية اللي هتشتغل في الأسطول ده. بالإضافة لكده لو في أسطول الأسطول تم تطويره ورفع كفاءته، وطبعا اللي اتقال في الاجتماع من اول بقى شراء سفن ولا استئجار سفن ولا تطوير السفن الحاليه، ده معناه ان في فرص كمان للاسطول ده، مش بس ان هو ينقل السلع المصريه لاوروبا ولغيرها من الدول، ده كمان ممكن يحصل على عقود لنقل بعض السلع في اعالي البحار، زي ما بعض الدول او بعض الاقاليم التجاريه لبعض الدول بتقوم بده، ان بيتم استئجارها او الحصول على عقود معها ان هي تنقل سلع لدول مختلفه. فيبقى الاسطول ده جزء من حركه التجاره العالميه، خاصه ان مصر الموقع بتاعها اللي احنا بنروح لاطفال بندرسه اللي هو الموقع الاستراتيجي، وان هي متواجده في منتصف العالم، يعني تقدر ان هي توصل للجميع. ففكره تطوير منظومه النقل بشكل ده، وان احنا يبقى عندنا
سوق تجاري مصري قوي بأمر القطاع الأمنية. وزير قطاع الأعمال برضه في الاجتماع ده قال حاجة مهمة، إن هو أو إن الوزارة شغالة على توفير منظومة متكاملة من الخدمات تتضمن كل حلقات سلسلة الإمداد، يعني التسويق والخدمات اللوجستية، يعني مش بس النقل البحري. وأهم حاجة كمان هيشتغلوا عليه هي خلق الطلب على التجارة الخارجية، يعني المنتج المصري ده نفسه هيتم تسويقه أو هيتم ترويجه في الأسواق العالمية. صحيح. يتم ترويجه بقى إلكترونيا أو بالاستعانة في شبكة من الموظفين وتجار الجملة والوكلاء في المراكز التجارية العالمية. فده برنامج هم شغالين عليه في فعل الوزارة، هدفه هو الترويج للمنتج المصري ويسرع انتعاش الاقتصاد المصري. بالضبط، يعني انتعاش الاقتصاد المصري، عمالة هتشتغل في على الاسطول، عمالة بحرية، هيزود العملة الأجنبية، هيدعم الدخل القومي. فطبعا تطوير الاسطول المصري هو بس فكرة منتهى الأهمية، وفكرة طرحه دلوقتي سواء من وزارة النقل أو قطاع الأعمال ده حاجة في منتهى الأهمية. صحيح. بشكر حضرتك جدا، كل التحية والتقدير لحضرتك. بشكرك أستاذ راجي عامر الكاتب الصحفي، بشكرك شكرا جزيلا على تحليلك الصحفي. شكرا لحضرتك. مشاهدينا فقرتنا الصحفية انتهت، هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا والحوارية الأخيرة النهاردة زي ما قلنا نتكلم فيها عن إزاي نستعيد حرب أكتوبر لدى أطفالنا وشبابنا، إزاي نقدر نعيد روح أكتوبر للأجيال الجديدة. ده موضوعنا مع ضيفنا اللي هيشرفنا في الاستوديو النهاردة، أستاذ أو دكتور يحيى هاشم، أستاذ علم الاجتماع. خليكم معي.